والصلاة والسلام على خير رسل الله تعالى الأمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفضل ومن اتبع هديه الأمثل. أما بعد، فتحية مباركة طيبة أزفها إلى الإخوة الكرام في هذا المجمع، في هذا المجمع الطيب المبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور، السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية بالناظور، السيد مرشد الأئمة بالعروي، السادة الأئمة، السادة الأساتذة، أعزائي الطلبة، الإخوة الحاضرون، يشرف جمعية السلام لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية بالعرب أن تشارك في هذا في هذه الجلسة الافتتاحية للدروس العلمية التي ستلقى في رحاب هذا المسجد المبارك لفائدة طلبة العلوم الشرعية وعموم المواطنين. وإننا بهذه المناسبة نتقدم بجزيل شكرنا للمجلس العلمي المحلي بالناظور الذي اختار هذا الجامع ليكون قبلة لساكنة العروي وما حولها، يأخذون منه تعاليم دينهم الذي ارتضاه الله تعالى لهم. كما نشكر المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية على إقرارها لهذا الاختيار وتزكيتها له، دون أن أنسى الأساتذة والأئمة الذين يباشرون تدريس هذه الدروس العلمية تطوعا منهم لوجه الله تعالى. لا يريدون بذلك جزاء ولا شكورا. أيها الطلبة المستفيدون من هذه الدورة العلمية الجليلة، أننا نثمن حرصكم على متابعة هذه الدروس من خلال ما لمسناه منكم من مصارعة ومنافسة على التسجيل في هذه الدورة العلمية التي تشمل دروسا متنوعة تتضمن علوم القرآن وعلوم الحديث وعلم الفقه وعلم اللغة العربية التي هي مفتاح فهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وختاما نجدد شكرنا الجزيل للأستاذ المحترم رئيس مجلس العلم المحلي لإقليم الناظور والسيد ميمون بن ريسود، وللأستاذ المحترم أحمد بن حاج المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية. تعالى وبركاته. إذن يسعدنا جدا أن نشارككم هذه الجلسة التي هي افتتاح دروس علمية أو حلقات علمية ستتوالى على هذا المسجد أسبوعيا وطيلة سنوات. هذه هي رغبتنا وهذا هو طموحنا. اليوم نحن نشهد جزءا من الطموح الذي كان لدينا منذ سنوات، أي منذ التسعينات، كنا نطمح أن تفتح المساجد وبيوت الله لتدريس العلوم الشرعية، وها نحن نشهد جزءا منها نشهد له. فلذلك لا نغمطه بحقه ونحييه باسمكم جميعا، نشكره جزيل الشكر في هذه خاصة في مدينة العلو، فهم يجتمعون على هذا الخير ونحن ندعمه ونسانده، وأنتم كذلك أيها الحضور
الكرام اليوم حضور الفضلاء من مختلف مواقعكم، عليكم أن تحيوا هؤلاء وأن تقدموا لهم الدعم الكافي والمناسب، فجزاهم الله خيرا. إذن في هذه المناسبة لا بد أن نشير إلى أن الإسلام بني على العلم، الإسلام بني على العلم، فأين علمنا؟ أمام انتشار أمراض خطيرة، أمام انتشار الخرافة والشعوذة، أين هذا العلم الذي جاء بالإسلام؟ أين اختفى باختفاء هذه الحلقات العلمية، الحلقات العلمية التي كانت تعقد في كل مسجد، في كل المساجد، اختفت لزمن طويل. ولذلك كان الفراغ الذي تعشش فيه هذا الفساد وتعششت فيه هذه الخرافة. واش أنت غادي توجد شوف توجد الناس كيفتحوا الآن، كيفتحوا أماكن للشعوذة، كيسميوهما الرقية الشرعية. فوقاش كان هذا الشيء في التاريخ ديالنا؟ فوقاش هي كانت في التاريخ ديالنا أنه كانت محلات كتفتح للرقية الشرعية؟ فوقاش متى كان تاريخ ديال الإسلام في الحضارة ديالنا أننا نوقفوا في شي كتاب ديال التاريخ ولا في شي كتاب ديال السيرة أنه كان هناك محل للرقية الشرعية أو للمعالجة؟ فوقاش تقول يجي شي واحد ويفتح شي مكان يقول له اش كدير انت؟ ايوا كندير انا عندي الرقية الشرعية. سبحان الله، انتشرت هذه الخرافة، انتشرت انتشارا فظيعا جدا. السبب هو انه اختفاء هذه الحلقات العلمية الصحيحة، العلم الصحيح. خصنا نفتحوا حلقات علمية صحيحة، حلقة ديال ابن عاشر. السلام عليكم وبركاته. من أين نبتدئ الكلام ومن أين نبتدئ الحديث معكم؟ الحقيقة لقد عدنا إلى أصلنا، قد عدنا إلى أصل الدعوة الإسلامية أو إلى أسس الدعوة الإسلامية. ومن أسس الدعوة الإسلامية طلب العلم، وأول هذا العلم هو القرآن الكريم، وثانيهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بعد سنوات وشاهدت افتتاح هذا الكتاب لهذا المسجد المبارك مع ثل هؤلاء الناس، وشاهدت ذلك الخير، والآن جاء الدور على الأساس الثاني وهو تدريس العلوم الشرعية. فأنتم تعلمون بأن من أسس الدعوة إلى الله لا بد من العلم، وأسس هذا العلم كما قلت ركنان أساسيان هما كتاب الله عز وجل وحفظه وإتقانه، وأيضا علم أو معرفة ما يحيط بهذا الكتاب، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل حفظ الحديث وتشمل علو الحديث إلى آخره. في اليوم قد ابتدأنا كأننا بالأمس إذا رجعنا 12 قرن إجا الإسلام من هذه الديانة، كأننا اليوم ابتدأنا. لماذا؟ لأن هذه الأمة هنا على أسس، الأساس الأول هو القرآن. القرآن الحمد لله الآن
احنا قطعنا فيه واحد الاشواط مازال وصلنا لواحد المرحله اللي هي ديال العلم. والعلم كما فسر الاستاذ بالاسماء به لا بد انه هذه الاساسات لان هي الفقه بالتدرج وايضا اللغه بالتدرج. لماذا تم اختيار هذه المواد خاصه ثلاث؟ ابن عاشر كما عهدنا بان المغاربه كانوا يحفظون